عبد الحي يوسف يا ايها العالم دعا الناس الى التفجيرات، موجود في اليوتيوب، حنرفع عليك مع الكلمه دي، العمليات الانتحاريه. قال جايزه تب فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح، ما عندهم الا سلاح الايمان. الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعه من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها اهل العلم المعاصرون، والذي يعني افتي به بان هذه عمليات استشهاديه مباركه، صاحبها ان شاء الله ان اخلص النيه لله هو في اعلى عليه وفي جنات النعيم. يقول السائل هل تجوز العمليات الانتحاريه وهل هناك فروق لصحه هذا العمل؟ حول ولا قوه الا بالله، ما تبي الحياه شو له تعمل الانتحار؟ الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. ده عبد الحي، والحمد لله زمان كان يتكلم بالكتب يقول لك طبعت وقته، الان بقى اليوتيوب بفضل الله زي ما فيه سوءات بقى فيه خيرات، كشف هؤلاء المجرمين. ما تعرفوا عبد الحي براو في الغنى حقته، دال ار دي ار عبد الحي يوسف، قناه حقته يرفع فيها الكلام اللي انا بقوله ده كله، صوره وصوت، صوره وصوت. فاين تذهبون يا سروريه؟ بعد ده قال ينبغي على من والله الله الله الامر ان يكف هؤلاء، نحن وهؤلاء الما بمثلوا التصوف الحق ديك، ونحن قال ينبغي على الحاكم انه يكفنا. شفت الكلام ده كيف؟ بيحرج علينا الحاكم، والحاكم عارف دعوتنا، دعوة واضحة، وقاعدين نرد على الخوارج، عرفت كلامي؟ وبنقول الخروج على الحاكم حرام، ما خوفا من حاكم، ولا تقربا لمحكوم، دين، دين نتقرب به إلى رب العالمين. وأحاديث نبوية، أحاديث نبوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع.